تطلق زوايا الطريقة القادرية الكونتية، عمرها يقارب 5 قرون. أسسها سيدي أحمد بن أبي الجماعة بن سيدي محمد الرقاد بن سيدي الفيرم بن سيدي عمر الشيخ، تلميذ ورفيق دربي سيدي محمد بن عبد الكريم المغيري التلمساني دفين توات. في هذه الحلقة من الطريقة القادرية الكونتية نبحث تأسيس الزاوية الكونتية، المؤسس، ثم أهم الفروع وأهم الأعلام الذين تصدروا المشيخة في هذه الزوايا، علموا القرآن الكريم وحفظوه، علموا الفقه الإسلامي، الفقه المالكي وأصول المرجعية. نستضيف في هذا العدد الأستاذ محمد مصطفى الرقادي، منسق الطريقة القادرية الكونتية، إمام أستاذ بعين قزام وأحد مشايخ زواياها، الذي نسعد بالترحيب به. أهلا وسهلا بك بيننا سيدي الكريم. أنا بدي أيضا أرحب بكم أستاذنا الفاضل الأستاذ حمزة، وأشكر لكم هذه الالتفاتة الطيبة إلى معاقل التصوف، معاقل مرجعية الأمة الجزائرية كافة، الزوايا سواء منها الكونتية وغير الكونتية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ محمد مصطفى الرقادي في هذا العدد، كما سبق وأن قدمت له بأننا سنتحدث عن الزاوية الكونتية، عن التأسيس، عن المؤسس. أين تقع الزاوية الكونتية؟ متى تأسست؟ من هو مؤسسها؟ ثم ما هي أهم فروع هذه الزاوية؟ تفضل سيدي الفاضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية، لا يفوتني أن أشكر القيادة العليا لهذا الوطن المعطاء وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية على هذه الالتفاتة المهمة والتي جاءت في وقتها، الالتفاتة التي أعتبرها بمثابة استرجاع السيادة الدينية، لأن في الحقيقة السيادة الترابية، السيادة السياسية تم استرجاعها منذ فترة، لكن السيادة الدينية لا يتم استرجاعها بدون أن نرى التصوف يحتل المكانة المرموقة التي كان يحتلها في كل مراحل التاريخ جزائرنا المحروسة. فالجزائر علاقتها بالزوايا، علاقتها بالتصوف، علاقة عريقة قوية ضاربة في أعماق تاريخ هذه الأمة المجيدة. أن نرى السلطات العليا للبلد تهتم بهذه الزوايا وتهتم بتلك الطرق، نعتبر ذلك استرجاعا حقيقيا للسيادة الدينية، السيادة الروحية، لأن لكل أمة بعدا في دينها، بعدا في عطائها، والبعد الروحي، البعد الديني للدعوة الجزائرية وللعلم في الجزائر هو التصوف، والتصوف المربوط بالزاوية. فذكر الزاوية وذكر التصوف متلازمان في تاريخ هذه الأمة. من بين تلك الزوايا التي يشاء الله جل وعلا أن يعاد إليها الاعتبار وأن يتناولها الإعلام، وأنا أشكر أيضا الإعلام الجزائرية، أشكر التلفزة الجزائرية، وأشكر اهتمامكم البالغ بهذا الجانب المهم من حياة الأمة الجزائرية، وهو جانب التصوف الذي هو رافد من روافد الوطنية، رافد من روافد الدعوة، سمة بارزة في حياة كل أعلام جزائرنا الغالية. أشكركم على هذا الاهتمام وعلى هذا الالتفاف حول هذه المرجعية وإعادة الاعتبار إليها واستضافتها وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن ذاتها وإطلاع الناس على مشاريعها وما تصبو إليه خدمة للدين والوطن على حد سواء. من بين تلك الزوايا التي يشاء الله كما تقدم أن تكون جزءا قويا، جزءا من تاريخ هذه الأمة، زاوية كونتا، فهي من أعرق وأقدم الزوايا الجزائرية، وهي أقدم زاوية كونتية كانت معقلا للطريقة القادرية الكونتية بالجزائر على الإطلاق.
وتاريخها كما تفضلتم يشارف الخمسة قرون، فخمس قرون من 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 العطاء، خمس قرون من التجذر في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى ودعوتهم إلى الفضيلة ودعوتهم إلى التآخي، عمر ليس بالقصير. الزاوية الكونتية تقع في توات الوسطى، معلوم أن توات ثلاثة أقسام: قرارة، توات الوسطى، والتديكلت. زاوية كنت تربع في وسط توات الوسطى، بل هي عاصمتها. دائرة زاوية كنت الآن هي عاصمة، تعتبر عاصمة توات الوسطى. تأسست أواخر الألف هجري، يعني تحديد سنة معينة قد يجرنا إلى حذف بعض الآراء، فهناك آراء كثيرة عند المؤرخين، منهم ما بين 989 إلى 1009، ولكن الصحيح أنها قبل الألف، بدليل استقراء كثير من الوثائق التي كتبت من طرف رواد هذه الزاوية الذين قرأوا فيها، وكانت تلك الرسائل في حدود الألف أو بعده بعام أو اثنين أو قبله بعام أو اثنين، فهذه كلها أدلة تؤكد أنها كانت قبل الألف هجري على الصحيح، فتأسيسها كان قبل انقضاء الألف الهجري، معناها في آخر المئة العاشرة للهجرة النبوية المشرفة، على يدي العلامة كما ذكرتم أحمد، لتصحيح أحمد أبي الجماعة، العلامة أحمد أبي الجماعة ابن سيد محمد الرقاد ابن أحمد الفيرم ابن سيد عمر الشيخ، طبعا تلميذ العلامة الشيخ سيد محمد عبد الكريم المغيلي التلمساني، ورفيق دربه الذي تنقل معه في كثير من دول إفريقيا، في إفريقيا التي أصبحت بعد ذلك دولا، فمروا بعدة دول من إفريقيا ودعوا فيها الناس إلى الله تبارك وتعالى، وقعت لهم فيها قصص وأسسوا فيها بعض المباني التي لا تزال شاهدة على ذلك التاريخ، الحافل بالعطاء، الحافل بالدعوة إلى الله جل وعلا، على غرار المسجد الكبير في مدينة أغادز بالنيجر، وكذلك ما تلك الأطلال التي لا تزال شاهدة على ذلك التاريخ في نيجيريا وغيرها من المدن. أحمد أبو الجماعة هو مؤسس زاوية كونتا على ما ذكر العلامة الشخص المختار وغيرهم المؤرخين، أسسها كما قلت في آخر المئة العاشرة للقرن المئة العاشرة من الهجرة النبوية، وكان رحمة الله عليه أسسها على عادة أهل تلك البلاد، منارة علم يدعى فيها إلى الله تبارك وتعالى، ويعلم الناس فيها دين الله جل وعلا، ويصلح فيها بين المتخاصمين، وكانت كذلك زاوية بمعنى الكلمة من حيث أنها خلوة لذكر الله تبارك وتعالى والابتعاد عن ملذات الحياة الدنيا ومشتهياتها. وقد ذكرت نسبة ذلك إليه وجميل صنيعه في قصيدة اللي كانت بمناسبة ترحيبي ببعض الوافدين على زاوية كنت، أقول فيها: أهلا حللتم يا شيوخ بلادي، ونزلتم سهلا يفوح بجادي، أهلا بكم في بيت عز شامخ أعلى دعائمه أبي الرقاد، وضع الأساس على التقال بنائه، فإذا الهداة لما بناه هوادي، كم ذي سؤال أمه في معضل، وأخي سلوك زاره لمرادي، وكم الحيارى هوموا بفنائه، زمنا سنيه على الأنام شدادي، أيام لا يسع البغاث تنسر، وتقدم الصلوات للأوراد، والشيخ صدر الناس كم متبتل ذو خشية وروية ورشاد،
فقضوا لبانات تعسر مثلها في غير ما بيت وغير بلاد، بذه المنارة قد تعلم جلة شتى العلوم وأرشدوا لسداد، درسوا الكتاب حروفه وحدوده ورووا حديثا عالي الإسناد، ومذاهب العلماء أيضا ناقشوا، ولذا شواهد سطرت بمداد عند ابن عمرو والمزمل شيخه ولدى ابن بك بنظمه الوقاد، ورسالة الرقان فيها شاهد وبمثله حسبي من الأشهاد إلى آخرها. إلى آخرها. هذا نعم. عن المؤسس وعن التأسيس. وعن التأسيس نعم. فماذا عن فروع زاوية كنت في الجنوب الجزائري أو في الداخل أو الخارج؟ في الحقيقة إذا ما تكلمنا عن زاوية كنت ويعني انطلقنا مما اتفقنا عليه، وهو أنها أول محطة أسسها الكنتيون لدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ينطلقون منها نحو أدغال إفريقيا وينشرون من خلالها التصوف كقاعدة خلفية يرجعون إليها، يلتقطون أنفاسهم ويرتحلون منها كل الكنتيين صميما وأحلافا أصحاب هذا المشرب. أدركنا أن كل تلك الفروع التي نسمعها إنما ترجع إلى زاوية كنت. فمثلا من أشهر تلك الفروع المجاورة لزاوية كنت، وهي فروع مهمة جدا كادت تكون أصولا، وكان لها العطاء الجيد بل المتميز في كثير من مراحلها، مثلا زاوية الشيخ سيد المختار صاحب الجديد، هذه الزاوية تقع في توات وعلى مقربة من زاوية كنت، قد تعاقب عليها أعلام وتعلم فيها كثير من علماء توات، وكذلك وفيها كثير من المخطوطات ولها أهمية تاريخية بالغة، وكذلك زاوية أقبلي التي أسسها العلامة سيد محمد أبو نعامة هي كذلك من هذه الفروع. هذا إذا ما علمنا أن زاوية كنت هي أول زاوية كما قلت أسسها هذا العلم، وارتادها كثير من الأعلام وتخرجوا منها وذهبوا يؤسسون زواياهم، فباعتبارها الأولى، وإذا ما وقفنا على تلك الزوايا أدركنا من خلالها ما هي هذه الفروع وما أهمية هذه الفروع حتى في اختيار النقاط التي تم تأسيسها هذا عن الفروع بالداخل. الفروع بالداخل. عن الفروع التي تأسست خارج الوطن. عندما نرجع إلى زاوية كنت كمنطلق كما قلت للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، التي كانت لا 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 ليس لها بعد في ذلك العصر إلا بعد واحد، وهو البعد الروحي الصوفي. وعلمنا أن زاوية كنت أسسها أحمد أبو الجماعة، أبناؤه لصلبه خرجوا منها برسم الدعوة إلى الله وتأسيس زوايا في مناطق أخرى. فمثلا العلامة أحمد أبو الجماعة أبناؤه لم يجلسوا معه في بعدما نهلوا من علمه في زاوية كنت، بل ظل جالسا يعلم أبناء المسلمين، وانطلق أبناؤه إلى الأصقاع يعلمون الناس. فمثلا ابنه سيدي عمر العلامة المفتي المتفنن الذي نقل عنه الشيخ باية نازلته الشهيرة في شأن التبغي يرد على العلامة على العلامة العلامتين المغربيين أبو هريرة والهشتكي بقصيدته الشهيرة التي يقول فيها: ألا يا لقومي للتعنف والعسر وللصد عمن حتى التحنف واليسر، أجدكما يا صاحبي ذكرتما لطابة من عن شاع في النظم والنثر. يتحدث في نازلة التبغ، وكان إبان ظهوره، كان ذلك الزمن هو زمن ظهوره، وكان يرى ككثير من أهل العلم جوازه، من أمثال مثلا الشوكاني وغيره من الذين ألفوا في جوازه. طبعا هذه مسألة ظهر تبغ في ذلك العصر، ومعلوم أنه لا شيء يمكن أن يمتطى لتحريمه سوى الضرر، ومعلوم أن ضرره لا يظهر سريعا، فلما كان ذلك زمن ظهوره وكان ضرره لما يظهر بعد، كانوا ينظرون إليه من جانب واحد وهو جانب الإباحة والطهورية أو الطهارة التي هي أصل في كل ما ينبت ما تخرجه الأرض مما ليس مسكرا. فالعلامة استعمل رحمة الله علينا وعليه، انتقل داعيا إلى الله تبارك وتعالى وملقنا الناس الأوراد
وكانت وجهته من زاوية كنت نحو الغرب إلى موريتانيا حالا، قبره بقرب النعمة كما ذكر ولد طوير الجنة، وكذلك ابنيه العلامة الشيخ سيدي أحمد بن عمر والعلامة سيد المختار عنتر، هذين الرجلين خرجا من زاوية كنت على رسم الدعوة في حياة الجد، وذهبا بداية برسم طلب العلم، ذهبا إلى ودان وجالسا فقيهها الذي ترجع إليه أغلب أسانيد أهل شنقيطة في الفقه القسميدة، وعليه درسا ومنه أخذ الإجازات، ولهم في ذلك قصة ذكرها العلامة سيد عمر بن سيدي محمد مصطفى في إجابته لأهل تشيت. وكذلك من أبناء أحمد الذين خرجوا في حال حياته إلى تلك المنطقة ابنه العلامة سيد محمد الشيخ، هذا الرجل الذي دفن بتيمبوكتو وهو من أبناء مؤسس زاوية كنت مباشرة، أبنائه الصلبيين ليس من أحفاده، كذلك العلامة سيد محمد المصطفى فقيه توات في عصره ومفتيها الذي يقول عنه ابن بكو عن المصطفى سلمى عرضك نوائب فإن له فضلا أعده ورددي ففيه إذا ما أشكل الحكم واختفى بيان يروي نصه غلة الصدي. هذا الرجل توفى بأروان وذكر أشار إلى 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 ذلك إلى علاقته وعلاقة أحفادهم بعده بأروان العلامة عبد الرحمن بن عمر التليلاني في ثبته الذي ترجم فيه لابنه سيدي عمر. فزاوية كنت كانت هي منطلق هؤلاء، كانوا يخرجون منها ويؤسسون الزوايا. عندما نرجع مثلا للشيخ سيدي محمد رحمة الله علينا عليه في كتابه الطرائف والتلايد وهو يتحدث عن العلامة الشيخ سيدي أحمد بن عمر، يقول أنه الشيخ سيدي أحمد بن عمر هو حفيد مؤسس زاوية كنت، هو اللي أشار على أبو بكر الحاج بتأسيس المبروك، وكان زاوية علمية يأوي إليها الضعفاء وعامة المسلمين يطلبون حوائجهم فتقضى، وكانت كذلك وجهة تجارية، وحقيقة لو تأمل الإنسان موقعها الاستراتيجي موقع هذه المدينة التي هي مدينة مبروك لعلم أن وراء تأسيسها عقلا راجحا ونظرة ثاقبة ودراية بإفريقيا، دراية بعموم إفريقيا، لأنها في الحقيقة تقع في مثلث ما بين تاودني المنطقة التي كان يجلب منها الملح وغندام وما وراءها من المناطق التي كان يجلب إليها الملح ويؤتى منها بالزروع، وكذلك هي في مكان يسمح لها أن تكون استراحة للمتوجهين إلى توات. هذا عن التأسيس وعن الفروع بالداخل والخارج. هذا الحديث يقودنا إلى الحديث عن أبرز الشخصيات العلمية التي تصدرت للتدريس بهذه الزاوية، زاوية كنت، علمت بها القرآن وحفظته، علمت بها الفقه الإسلامي، الفقه المالكي، مختلف المتون التي تعنى بالفقه المالكي كمختصر خليل، متن ابن عاشر، متن الرسالة لأبي زيد القيرواني وغيرها من المتون. يعني أبحث عن الشخصيات العلمية التي درست بالزاوية وعلمت بها منذ القرن الأول لتأسيسها إلى يومنا هذا، يعني أشهر الشخصيات. لا شك أن زاوية كنت في المرحلة الأولى، مرحلة المؤسس ومرحلة أبنائه وأحفاده، كانت قبلة للطلبة العلم بل قبلة للعلماء من شتى الآفاق والأصقاع، وذلك لأنها تم تأسيسها من قبل رجل شهد بعلمه، تلقى تعليمه في منطقة تواتا وغيرها، تلقى عن أبيه وعمه كذلك سيد المختار الشيخ، وتلقى عن غيرهم من أهل العلم، فكان رجلا مشاركا في كل العلوم، متصلا بكل أعلام زمنه، صاحب همة عالية حملته هذه الهمة على أن يجلب الأسانيد ويتصل بالعلماء. مثلا العلامة أحمد مؤسس الزاوية درس على أبيه وهو الذي أجازه كما ذكر ذلك الشخص المختار رحمة الله علينا وعليه، ثم درس كذلك على عمه
وصهره سيد المختار الشيخ هذا الذي كان قد زوجه ابنته لالا وانجب منها ابنيه سيد عمر كما ذكر احمد ولد الحاج عبد الله ولد احمد ابو الجماعه في كتابه النبذه في انساب كناته، زوجه ابنته لالا وانجب منها ابنه سيدي عمر والذي تقدم انه سافر الى النعمه وبقربها توفي، وكذلك ابنه عبد الله هذا الرجل سيد المختار الشيخ كان إمام عصره في شتى الفنون، ذكر عنه الشيخ المختار رحمة الله علينا وعليه من العلم ما لا يكاد يوصف، وهو أيضا قد درس عليه أحمد مؤسس الزاوية وأجازه في كل ما تلقى وتعلم من المعقول والمنقول. أبناؤه هم الذين خلفوه مباشرة على التعليم في هذه الزاوية كل في مجاله، فمثلا الشيخ سيدي علي بن أحمد لو رجعنا الآن إلى أسانيد أصحاب الأوراد والتربية الروحية وجدناها كلها في زاوية كنت تمر بهذا الرجل، وهو في الحقيقة كان إماما في شتى العلوم وكان محط رحال القاصدين وملاذ الخائفين. ذكر عنه الشيخ سيدي محمد أنه قال انتهت إليه الرياسة في كل فن حتى نطق لسان حاله بقول الشاعر ساد أهل الزمان قولا وفعلا حين سد الأفواه بالإحسان. ثم كذلك يذكر الأهل أن العلامة أحمد عندما علم أنه مقبوض دعاه وقال له إذا أنا مت فسيحضر ابني محمد المصطفى وهو الذي سيتولى الصلاة علي، فإذا صلى فلا تتركه يذهب. وقعت هناك قصة شفوية يتوارث الناس ذكرها ورواية حكايتها. ما نجده في المراجع والمصادر التواتية المجاورة يدل على أنه بعد وفاة والده بالفعل أمسكه أخوه علي أو جلس لقناعته بضرورة الجلوس جلس للتدريس أي سيدي محمد المصطفى في زاوية كنت، وعليه تعلم كثير من العلم. مثلا عندما نرجع إلى نوازل الزجلاوي، وزاجلو هي أقرب المدن العلمية إلى زاوية كنت، نجد أغلب ما ينقل في نوازله عن سيدي عمر ابن سيدي محمد المصطفى أو عن سيدي محمد المصطفى، وأغلب هذه النوازل يقول لسيدي عمر وسئل العلامة الوالد وينقل عنه كيف مثلا مسألة تتعلق بيتيمة أعطتها أمها وكذا، يعني نازلة يقول على العلامة الوالد وينقل هذه النازلة بتفاصيلها وذكر المصادر والمراجع التي اعتمد عليها من أمهات كتب المذهب المالكي. كذلك ابنه عبد المؤمن أيضا، وذكر عنه زجلاوي أنه قال كان مضرب المثل في الفتيا في زاوية كنت. ثم سيد المختار بن عبد المؤمن، ثم كذلك سيد محمد بن سيد المختار، وكذلك عبد المؤمن ابن أحمد نفسه، وكذلك ابنه إبراهيم بن عبد المؤمن ابن أحمد شيخ العلامة البكري الذي نقل عنه كما ورد صاحب قطف الزاهرات. زاوية كنت تعاقب عليها كثير من طلبة العلم من أحفاد العلامة أحمد، من كان مدرسة تؤمها الناس لكن لم يجلس مثلا في زاوية كنت، مثال العلامة الشيخ سيدي أحمد بن عمر هذا أراد أن يؤسسه، ذكرنا أنه هو الذي أشار بتأسيس مبروك وهو من أشار بتأسيس قبل في رواية شفوية، وهو الذي وقد اختار أولا عندما خرج من تاودني ثم بعد ذلك انتقل منها إلى تيمبوكتو، وربط بين تاودني وتيمبوكتو بأبار كانت هي المناهل التي يحمل منها جلبة الملح الماء فيما بين تيمبوكتو وتاودني، وكان مدة إقامته بتيمبوكتو قبلة طلبة العلم، وهو الذي أسس بها المديح في شهر المولد النبوي الشريف بتيمبوكتو، وهو الذي أسس بها قراءة شفاء للقاضي عياض، وهذه هاتين السنتين إلى يوم الناس هذا قائمتين، هاتين السنتين أسسهما العلامة الشيخ سيدي أحمد بن عمر، وهو الذي خرج من طلبته ما أشع المنطقة من طلبته مثلا النجباء أخوه وخليفته العلامة سيد الأمين ذا النقاب الذي كان لا يقل عنه شأنا وكان له الشأو الذي لا يدرك، شيخ العلامة سيدي علي ابن النجيب
الذي تلقى عنه العلامة الشيخ المختار الكبير الكونتي رحمة الله علينا وعليه. هذا عن الطبقة الأولى والطبقة الثانية. ربما سنأتي إلى بيان بقية الشخصيات العلمية التي تخرجت من زاوية كنت في حلقات مقبلة. الأستاذ مصطفى الرقادي، نشكرك شكرا جزيلا على هذا التبيان في زاوية كنت عن التأسيس وعن مختلف المراحل، عن تبيان سيرة الرجل وسيرة الرجال الذين تصدروا للتدريس بهذه المدرسة. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، كانت إذن هذه وقفتنا عند زاوية كنت المؤسس التأسيس وأهم الشخصيات العلمية التي تصدرت التدريس في هذه الزاوية وأهم فروعها بالداخل والخارج، إلى أن نلقاكم في وقفة أخرى من الطريقة القادرية الكونتية. السلام عليكم.